إذن السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعين صوت العدالة. كشفتوا هذا سوق في النواحي ديال مدينة مكناس، يعني في إقليم الحاجب، يعني في النواحي اللي هو الاسم ديالو عين الحناش، كيسموه سبت عين الحناش. أنتم كما تشوفوا هاد اللقطات ولا هاد الصور أو هاد لي فيديو اللي مصورين من عين المكان، صراحة في حالة يرثى لها. الناس كتجي مرة في السيمانة، وللأسف كيعانيوا في الأمطار ملي كتكون التساقطات المطرية أو الفترة الشتوية، الناس كتعاني فيها بزاف. أنتما كما غتشوفوا كنتمنوا من السلطات تدخل ودير حل، ولو حل وسط على الأقل، بحال اللي لقيت في واحد البلاصة الناس منهم دايرين حل ودايرين الكياس. الكياس كما كان الحل كيكالي شي شوية. نتمنوا من الله أن السلطات تشوف من عين ولا عين رحمة في هاد السكينة اللي صراحة كيجيو مرة في الأسبوع يتسوقوا كيلقاو هاد المكان مكرفس بزاف. إذن كنتمنوا من الله أن السلطات تدخل، وكان معكم ربيع الطحاني.